بعده اللي هو شابتر 4 اكزام نمبر 2. طبعا ده الامتحان اللي ورا الاولاني على طول في بيج نمبر 68. تمام، تعالى بقى بعد كده نشوف السؤال الاولاني. بيقول لك ان الاي سي سيركت ذا اندكتيف كويل اند اندكتيف رياكتنس 40 اوم. يبقى كده الاكس ال قد الاكس سي بيساوي 40 اوم. فانت فهمت كده اوتوماتيك ان هي دايره ايه؟ دايره ريزونانس. اند اوميك ريزيستنس از 30، يعني الار بتاعتك ب 30. كونكتد تو ان اي سي سبلاي، الفولتج بكام؟ ب 60، وهو عايز الديسيبيتد باور. طالما عرفت ان الاكس ال قد الاكس سي، فبالتالي البي توتال بتساوي الفي ار، يعني بتساوي 60 فولت، وهي الافكتيف. فالباور كده بيساوي في افكتيف سكوير على الار، يعني 60 اللي هي الافكتيف سكوير على طول على الار اللي هي ب 30. يبقى 60 سكوير على 30 تدي لك 120 واط اللي هي الاجابه. السؤال اللي بعده، ان هوت واير اميتر از ذا بليت فروم زنك از يوزد بيهايند ذا بلاتينيوم اريديوم الوي، اللي يحصل ليه زيرو ايرور. ودي كنا جبناها لكم قبل كده في الترايل وناس كتيره جدا غلطت فيها. واحده واحده، هو احنا كنا بنحط بلاتينيوم اريديوم مع بلاتينيوم اريديوم عشان خاطر يبقى مادتين عندهم نفس الاكسبنسيفيتي فنقلل الزيرو ايرور. تخيل هو جاب لك الموضوع بالعكس، قال لك ان انا هحط الزنك، يعني كده هحط مادة مختلفة يعني ما عندهاش نفس الاكسبنسيفيتي، فبالتالي كده ايه اللي هيحصل للزيرو ايرور؟ الزيرو ايرور بتاعي هيزيد. يبقى الإجابة بتاعتي تبقى لتر ايه؟ لتر ايه؟ أنا بحط نفس المادة عشان خاطر أقلل الزيرو ايرور، إنما لو حطيت مادتين مختلفين ايه اللي يحصل؟ الزيرو ايرور هيزيد. طيب نمبر 3، عايز يعرف الكيو والفولتج مالها في الايه؟ في الكاباسيتور. كاباستور الكيو كانت بتساوي سي في، وكان في معلومه كده على جنب بتقول ان الكيو والفي ار ان ذا سيم فيس، يعني الرسمه بتاعته بتبقى عامله كده. لو دي مثلا الفي، تلاقي ان الكيو باللون الاحمر عامله كده، الكيو اند في ار ان سيم فيس. لو مش عارف المعلومه دي او مش عندك احفظها دلوقتي. يبقى الاجابه لتر ايه؟ لتر سي. اللي بعده نمبر 4، مبدئيا كده هو مدي لك الباور ماكسيمم، سوري الفولتج ماكسيمم والاي ماكسيمم. تعرف تجيب باور الاي سي؟ احنا قلنا قبل كده ان باور الاي سي بيساوي هاف باور الدي سي على طول بدل ما اضرب ايه في ساين 45. يبقى هاف اي في في، يعني 20 في 5، يبقى كده هاف في 100 ب 50 واط. يبقى الباور المفروض يبقى ب 50، يعني دي كده تطلع واط. تعالى بقى اسالك سؤال، انا عايز اعمل ريليشن بتوين الباور وبتوين التايم. هل الباور ممكن يطلع نيجاتيف؟ مستحيل. ليه مستحيل يطلع نيجاتيف؟ لان الباور بتاعك حاجه اسمها سكيلر كوانتيتي. ارجع بقى لقوانين شابتر 3 كده، الباور كان بيساوي اي سكويرد ار، يعني حتى لو الكرنت كان بالنيجاتيف في الحته النيجاتيف اللي هنا مثلا على سبيل المثال، انت كده كده بتسكوره، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف. او مثلا بيساوي في سكويرد على الار، نفس الفكره. لو الفولتج عندك هنا بالنيجاتيف فاوريدي انت بتسكوره، فخلاص باور تول اي رقم نيجاتيف يدينا رقم بوزيتيف، فبالتالي انا ممكن استبعد الجراف لتر ايه. طيب بص كده، عندك جراف لتر دي وجراف لتر سي. هنا رسم لك ان الباور شكل يوني دايركشنال كارنت، وهنا رسم لك ان الباور ماله رقم ثابت. اسال نفسي سؤال، هو الباور بيساوي في حالة الاي سي اي سكويرد ار او في سكويرد على الار او الاي في الفي؟ تمام، طبعا ايه لازم كل دولت كده يبقوا افكتيف فاليو. يعني الباور بتاعي ما بيزيدش ويقل، الباور بتاعي رقم ثابت. وطالما الباور بتاعي رقم ثابت يبقى اختار الاجابة لتر ايه؟ اختار الاجابة لتر سي. تمام، شوف السؤال اللي بعده، جراف بتوين الاكس سي وبتوين 1 اوفر سي. ممكن نحسب السلوب، ازاي نجيب السلوب؟ ركز كده معايا، اكس سي على 1 اوفر سي، يعني اكس سي في سي اهو. طيب هو مش الاكس سي كانت بتساوي 1 اوفر 2 باي اف سي؟ يعني لو وديت السي الناحيه الثانيه يبقى كده اكس سي في سي بتساوي 1 اوفر 2 باي اف، يبقى السلوب بتاعك بيساوي الكلام ده كله. هات لي السلوب 100 على 440، سوري 1000 على 440 تايمز 10 تو ذا باور كام دي؟ 3. الكلام ده كله بيساوي 1 اوفر 2 باي. عايز اجيب الفريكونسي،
احسب بس القيمة دي، يبقى كده 1000 على 440 10 to the power 3 يدي لك 1 على 440 equal 1 over 2 باي في الكروس ملتبليكيشن، يبقى 2 باي اف بتساوي 440. يبقى كده 440 على 2 باي تدي لك كام؟ تدي لك 70. مين ال 70 دي؟ ال 70 دي اللي هي الفريكونسي، تمام؟ يبقى الفريكونسي بتاعتك تطلع ب 70 اللي هي الاجابه للتربيه. السؤال اللي بعده بيقول لك in the electric circuit there are two solenoids connected in series. ادي الاولاني وادي الثاني. الفريكونسي كان بي تشينج ذا ريشيو بتوين ذا فولتميتر في 1 على في 2 1 على 2. يعني في 1 ده لو قريته في ففي 2 قريته ب 2 في. Which of the following represents the relation between the inductive reactance and the frequency. مبدئيا اول واحده دي كده غلط. ليه؟ عشان خاطر الاكس ام دايركت مع الفريكونسي. يا اما هتطلع بي يا اما هتطلع سي، دي برضه مستبعد عشان هي دايركت بس. لو فاكر الاكس ال كانت دايركت مع مين؟ مع الفريكونسي. في نفس الوقت برضه الاكس ال دايركت مع الفي، دايركت مع الرخامه، الرخامه دايركت مع الفي. فبالتالي انت لو عندك فولتج كبير هيبقى عندك اكس ال كبير. هو في 2 اكبر من في 1 فبالتالي كده اكس ال 2 اكبر من اكس ال 1. يعني السلوب بتاعك اللي هو ال L بقى في الحاله دي السلوب هنا بيساوي ال L او بيساوي يعني ال 2 باي L مش هتفرق. انا عايز 1 يبقى اقل من 2 اهو. بص كده ال 2 كويل 2 كبير اهو، السلوب بتاعه كبير عامل زاويه كبيره فبالتالي يبقى عنده فولتج كبير. انما 1 عنده زاويه قليله فبالتالي هيبقى عنده L قليله، ولما يبقى عنده L قليله يبقى كده عنده اكس L قليله فبالتالي فولتج قليل. يبقى الاجابه صح للترسيب. السؤال اللي بعده V1 بكام؟ ب 30 فولت اللي هو مديها لك هنا، يعني دي كده ب 30 فولت. طب معاك هنا معلومتين تجيب المعلومه الثالثه اللي هي الكيو. تجيب الكيو ازاي؟ فكر كده. الكيو بتساوي سي في، يعني 30 في 2 ب 60 مايكرو كولوم. طب مش البرانش اللي فوق ده بارل البرانش اللي تحت؟ يعني لو ده واخد 30 فولت يبقى الاثنين دول على بعضهم واخدين كام؟ 30 فولت هما كمان. طب ما تجيب السي توتال بتاعته 6 و3 اعملهم معامله البارل يبقوا بكام؟ ب 2. طب السي توتال ب 2 مايكرو فاراد والفي توتال ب 30 فولت، تعرف تجيب الكيو توتال يعني 30 في 2 تطلع ب 60 عادي جدا. سبحان الله طلعت نفس اللي تحت 60 مايكرو كول. بس خلي بالك 60 مايكرو كول من هنا وهنا عشان هما كونكتد ان بارل، كنا قلناها في الامتحان اللي فات. طالما هما كونكتد ان سيريس، سوري كونكتد ان سيريس، فيبقى الكيو ماله ثابت. The potential difference between the plate in the second capacitor and in the third. خلاص معاك معلومتين، معاك معلومتين تقدر تقسم الفولتج. يبقى 60 على 3 تدي لك كام؟ 20 مايكرو 20 فولت بقى على طول. وهنا 60 على 6 يعني 10 فولت. يبقى كاباسيتور 2 هياخد 20 وكاباسيتور 1 هياخد كام؟ 10. طب ما كنت ممكن اجيبها اسهل من كده بكتير. مش انت شايف ان الستة ضعف التلاتة وانت عارف ان الفي انفرس مع السي، يبقى ده لازم ياخد فولتج ضعف الفولتج اللي هنا، يعني ده ياخد 20 وده ياخد كام؟ 10. احنا اللي كاتبين هنا 2 20 فولت ماشي. يبقى كاباستور 2 لازم الفولتج بتاعه يكون دبل كاباستور ايه؟ دبل كاباستور 3. نروح للسؤال اللي بعده كويستشن نمبر 8. بص كده هو عايز يحسب قراءة الروت واير اميتر اللي هي مين؟ اللي هي الاي افكتيف. معاك سي ومعاك فريكونسي وسرعه نجيب مين؟ الاكس سي. 1 اوفر 2 باي في الفريكونسي اللي هي ب 500 على باي في السي اللي هي 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. تعالى كده نحسب 1 اوفر 2 باي في 500 على باي في 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 تدي لك. يبقى الاكس سي كده بكام؟ ب 1000 اوم. طب انت معاك الاكس سي ب 1000 ومعاك الفي افكتيف ب 200، تقدر تجيب الاي افكتيف. ما كده الاي افكتيف بتساوي الفي افكتيف اوفر الاكس سي، يعني بتساوي 200 على 1000 على طول. تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك بالظبط بالظبط ب 1 اوفر 5 اللي هي 0.2 اجابه للتر. نمبر 9. بص كده على الدايره دي.
اكس سي سيريس مع اكس سي، ما تقوليش بقى هنا هعمل السيريس بارل والبارل سيريس، ده اكس سي اللي بالاوم هتعامله عادي جدا، ده مش سي. في فرق ما بين السي اللي هو بيتقاس بالفراد وفي فرق ما بين الاكس سي. هنا 40 و40 بكام؟ عشان ده دي الحته اللي لخبطت الناس. 40 و40 المفروض بكام؟ ب 80 اوم عادي جدا، ماشي؟ عشان ما حدش يتلخبط. هو بيقول لك ان ال ماكسيمم اي ام اف 100 روت 2. بعد كده في هنا الاي افكتيف، خلي بالك ان دي افكتيف عشان دي قرايه الروت واير اميتر. فانت بتقدر تجيب الزد توتال. الزد توتال بتساوي ايه؟ الفي على الاي. طب هشتغل بافكتيف ولا ماكسيمم؟ مش هتفرق معايا في حاجه، بس لازم يبقوا الاثنين زي بعض، ماكسيمم على ماكسيمم او افكتيف على افكتيف. فدي في ماكسيمم هحولها لافكتيف فاضربها في ساين 45. يبقى كده 100 روت 2 في ساين 45 على الكرنت بتاعي اللي هو ب 2. احسب بقى يا باشا الكلام ده، 100 روت 2 في ساين 45 على الكرنت اللي هو ب 2 يدي لك في 50. مين ال 50 دي؟ اللي هي الزد الامبيدنس. طب ما الامبيدنس دي بتساوي سكوير روت ار سكوير زائد الاكس سي توتال سكوير. انا بقول لك ان الزد دي ب 50، يبقى 50 بتساوي سكوير روت البار اللي هي ب 30 سكوير زائد الاكس سي سكوير. اطلع من هنا الاكس سي يطلع بكام؟ الاكس سي توتال كده يطلع ب 40. طيب 80 بارلل مع اكس سي 3، المفروض انها تديني الاكس سي توتال اللي هو ب 40. يبقى كده دي بكام؟ ب 80 اوم، عشان خاطر يبقى 80 بارلل مع 80 ب 40. يبقى كده الاكس سي 3 بكام؟ ب 80. السؤال ده ناس كتيره جدا بتلخبط فيه بسبب ان هو حافظ مش فاهم، يقول لك كاباستور يبقى اعمل السيريس بارل والبارل سيريس، ويتسوح في الاخر طبعا من ايه؟ ما يلاقيش الاجابه بتاعته. دي اكس سي مش سي، تاني السي اعكس المعامله بتاعتي، انما الاكس سي ما عكسش المعامله بتاعتي. نمبر 10 تانينج سيركت كان سيشن 3 بتاعت الراديو بقى والانتنه والجو ده كله. As the difference between the frequency of the source and السيركت، يعني بيقول لك ان دلوقتي الفرق ما بين الاف بتاعتك والاف بتاعت الريزونس اللي انت هتلقط بيها السيجنال، الديفرنس بتوين الفريكوانسي عمال بيزيد، حلو؟ فكده الساوند بتاع الشانل بتاعك اللي هو يعتبر ايه؟ اللي هو يعتبر بالنسبه لك الكرنت هيديكريس، نقاء الصوت هيقل، والنويز بتاعتك هتزيد، لان انت كان عندك الريزونس ستيت بتحصل لما الاف سيركت كانت بتساوي ايه؟ الاف ريزونانس اللي هي بتاعت السيجنال اللي جايه لك. لو الشرط ده اتحقق فبالتالي كانت حاله ريزونانس، يعني الزد بتبقى مينيمم فاليو، الزد اللي هي بالنسبه لك النويز، وفي نفس الوقت الكرنت كان بيبقى الماكسيمم فاليو اللي هو بالنسبه لك الساوند او الصوت النقي اللي انت بتسمعه من الاذاعه. فلو حصل خلل في الفريكونسي والاثنين مش قد بعض، واحده اكبر من الثانيه، فكده النويز بتاعك هيزيد والكرنت بتاعتك هتقل. يبقى النويز هي انكريس والساوند هي ديكريس. نمبر 11 تو كاباسيتورز سي 1 وسي 2. سي 1 ضعف سي 2. They are connected in ايه خدت بالك؟ in series. بيسال على التشارج، طالما سيريس يبقى الكيو مالها كونستنت. برضه قلناها الامتحان اللي فات، يبقى الاجابه ايكوال تو ذا تشارج اون ذات اوف كاباسيتور. ماشي. تعالى بقى نروح للسؤال اللي بعده اللي هو كويستشن نمبر كام؟ كويستشن نمبر 12. بس خلي بالك ان الانجل اللي هو مديها لك دي بايه؟ بالريديال ديجري. ماشي. انا اي سي سيركت اومك ريزيستنس ب 10 اوم، بيقول لك ان الباور ب 10 واط. طب ما انت لو معاك الباور تقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب الفولتج وفي نفس الوقت تقدر تجيب الكرنت، صح؟ هو مش الباور في الاي سي بيساوي اي افكتيف سكوير في الار؟ بص كده معايا، الباور ب 10، الاي افكتيف الله اعلم، الريزيستنس برضه ب 10، وديها الناحيه الثانيه يبقى الاي افكتيف سكوير بتساوي 1. يبقى كده تقدر تقول ان الاي افكتيف لوحدها بكام؟ روت 1. طب ده الاي افكتيف عايز احولها للماكسيمم، يبقى اضرب ولا اقسم؟ يبقى اقسم على ساين 45. معايا افكتيف وعايز احولها للماكسيمم، الافكتيف بيساوي الماكسيمم في ساين 45. فلو انا لو انا عايز اجيب الماكسيمم ومعايا الافكتيف اقسم على ساين 45 الناحيه الثانيه، يبقى ديفايدد ساين 45، يبقى كده روت 1 على ساين 45 تدينا روت 2. يبقى ده كده القيمه بتاعت الاي ايه؟
القيمة بتاعت الـ i maximum. هو كان عايز الـ maximum current والـ maximum voltage. فأنا جبت مين كده؟ جبت الـ current. تعالى بعد كده نجيب الـ voltage. طب ما الـ voltage بيساوي الـ i في الـ r على طول وخلاص. يعني 10 في الرقم ده، يعني كام؟ يعني كده الـ v maximum بتاعي بيساوي 10 root 2. لو حسبتها تطلع بـ 14.14. يبقى كده الكارنت بتاعي انا عايزه يبقى بروت 2، وعايز الفولتج بتاعي يبقى بكام؟ ب 14.14. طبعا مين اللي هيبقى فوق؟ هو الفولتج عشان هي القيمه الاعلى اهي اللي هي الواي، وهنا مين؟ وهنا الكارنت اللي هي القيمه الاقل اللي هي الاكس اللي هي روت 2. طبعا لو انت خدت بالك من الرسمه ان الاثنين دول ان ذا سيم فيس، ان ذا سيم فيس اهو، ان ذا سيم فيس، ان ذا سيم فيس، ماكسيمم مع بعض، زيرو مع بعض. ليه؟ عشان خاطر دي دايره ار سيركل. طالما دايره ار سيركل فال في والاي ار ان ذا سيم فيس، يعني الانجل ما بينهم بزيرو. طيب نروح للي بعده 13. ذا ريدنج اوف ذا فولتميتر. طيب خلي بالك ان انت عندك هنا ايه؟ الفي بي كلها ب 18. اعتبر ان الفولتميتر ده مش موجود، فكده الكاباسيتورز دولت كلهم متوصلين ان سيريز. ولا ده هنا في بطاريه ثانيه؟ استنى، ده في بطاريه ثانيه شفتها الكاباسيتور. اعتبر ان الفولتميتر بتاعك مش موجود. البطاريتين دولت مع بعض، يعني الفي بي توتال بكام؟ 18 زائد 6، لو حسبتها تطلع معاك ب 24 فولت. طب 24 فولت هيتقسموا على ال 18 وال 6، ممكن تقسمهم باللوجيك. هو مش بال 18 دي 3 اضعاف 18 3 اضعاف ال 6؟ اه، يبقى الفولتج اللي هنا لازم يبقى 3 اضعاف الفولتج اللي هنا. طب 3 في زائد في ب 4 في، يبقى 24 على 4 ب 6 في. يعني دي كده تاخد 6 فولت، ودي هتاخد كام؟ 24 ماينس 6 يعني 18 فولت. بص كده ايه اللي حصل؟ هنا السي 3 اضعاف السي اللي هنا، دي 18 ودي 6، فالفولتج اللي هنا لازم يبقى ايه؟ 3 اضعاف الفولتج اللي هنا. ليه عملت كده؟ علشان خاطر احنا بنتكلم على ايه؟ على كاباستور كونكتد ان سيريز. ماشي؟ تمام. يبقى انا كده عرفت كل واحده من دول هتاخد فولتج قد ايه. دلوقتي انا عندي مشكله اللي هي قرايه الفولتميتر. ازاي اجيب قرايه الفولتميتر؟ الفولتميتر ممكن ابص ان هو هنا او هنا، يا اما ناحيه الشمال يا اما ناحيه اليمين. طيب هنجرب في الناحيتين عادي. هنجرب في الناحيتين هنشوف هنعمل ايه. بص كده. لو انا ببص في الناحيه دي فعندي اتنين عكس بعض، كانك بالظبط عندك مركب فيها ريسين، فممكن تعمل 18 ناقص 6 هتدي لك 12 فولت. الفي بي بتاع البطاريه ماينس الايه؟ الفولتج بتاع الكاباستور تدي لك 12. او ممكن تجيبها من هناك برضو مش عيب، بس المره دي يبقى الكاباستور ب 18 ماينس البطاريه بكام؟ يطلع معاك ب 12 برضو، يعني 12 فولت اللي هي الاجابه لتر ايه؟ لتر دي. طبعا السؤال بقى المحترم دلوقتي لو حد مركز هيقول لي ازاي البطاريه ب 6 والكاباستور ب 18؟ هقول لحضرتك بمنتهى البساطه. ماشي شكرا. ماشي هقول لحضرتك بمنتهى البساطه ان ده مش الفي بي توتال، دي بطاريه واحده من اصل بطاريتين. الفي بي توتال بكام؟ ب 24. مفيش هنا اي كاباستور من الاثنين دول هياخد اكتر من ال 24. دي بس نوت للناس ايه اللي بتحب تسال وتبقى مركزه. طبعا الاجابه تطلع التوتال. اللي بعده جراف بتوين الاكس سي وبتوين الفريكونسي. طبعا كلنا عارفين اكس سي انفرس مع الفريكونسي، والاكس سي برضو انفرس مع السي. هو عايز الريشيو بتاعت سي 1 على سي 2. مين اللي عنده سلوب اكبر؟ او بلاش اللي عنده سلوب اكبر، اجيبها لك بطريقه ثانيه عشان انا ما اقدرش احسب السلوب. الناس بتاعت علم الرياضه هتفهم. مفيش سلوب هنا، لو عايز اخد سلوب هعمل بقى خط تانجنت وايه؟ قصه كده مالناش دعوه. لو انا خدت نقطه هنا وثبت الفريكونسي كده كده 2a باي كونست، ثبت الفريكونسي وطلعت فوق شفت الاكس سي، وفي نفس النقطه طلعت فوق وشفت الاكس سي هنا. بص كده انا مثبت الفريكونسي، فالاكس سي انفرس مع مين؟ انفرس مع السي. طب عند النقطه دي كان عندي اكس سي اقل من سي 1 تاني، انا ثبت الفريكونسي فجيت ابص عند النقطه دي لقيت ان انا عندي هنا ايه؟ اكس سي اقل من اللي هنا، يعني سي 2 اقل من سي 1. سي 2 اقل من ايه؟ من سي 1. ماشي. استنى احنا عملنا ايه؟
طيب بص كده، لما خدت النقطة دي والنقطة دي، دي اكس سي بتاعت 1 ودي اكس سي بتاعت 2 اهي. طب واضح كده ان اكس سي 1 اكبر من اكس سي 2، فبالتالي السي انفرس يعني سي 2 هتكون اكبر من سي 1. هو كان عايز سي 1 على سي 2، يبقى رقم صغير على رقم كبير يعني كام؟ يعني less than 1. اتفقنا؟ يبقى كل اللي انا عملته انا ثبتت الفريكونسي اهو عشان ما اقدرش اجيب سلوب هنا، وال2 باي اف ثابته، يبقى الاكس سي انفرس مع السي، وخدت نقطه كومن هنا عندها نفس الفريكونسي، طلعت لفوق وشفت اكس سي 2 وطلعت لفوق برضو شفت اكس سي 1، فاكتشفت ان اكس سي 1 اعلى من اكس سي 2، فبالتالي يبقى كده سي 2 اعلى من سي 1. نمبر 15. And the opposite figure an AC source، ادي الكوندكتور اهو، بص بقى الحركه السهله اللي هو عاملها لك، مش مدي لك الاكس ال، ده هو مدي لك عدد اللفات واللمث والدايمتر وكمان البريمابيلتي، وهو عايز مين؟ ده اندكتيف رياكتنس، يعني عايز الاكس ال. فانت اول حاجه تشتغل شابتر 3 وتجيب له الال. منال الميو هو مديها لك، ما تحسبش 4 باي تايم سنت ده نيجاتيف 7، خدها زي ما هو مديها لك، عدد اللفات ب 500 سكوير، بعد كده الاريا بكام؟ معاك الدايمتر تعرف تجيب الاريا، الاريا بتساوي باي ار سكوير. لو الدايمتر بتاعك ب 1 سنتيمتر فيبقى كده الريديوس بنص سنتيمتر، يعني باي في 0.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 اون تو ذا باور 2. تعالى نحسب له كده الاريا، تبقى باي في 0.5 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 اون تو ذا باور 2. طلع معايا برقم صغير قوي، 0.85 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5، خده زي ما هو مش هيخسر حاجه، يبقى 7.85 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5. كل الكلام ده على اللمث اللي هو ب 10 سنتيمتر. شايف اللخبطه دي كلها؟ دي كده مين؟ ده كده ال بس. يبقى 0.002 في 500 سكوير، ما تنساش الباور 2، في 7.85 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 على 10 ملتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. انا كده جبت مين؟ انا كده جبت ال ال بس، طلعت ب 0.3925. قايل ان دي بقى هتعمل فيها ايه؟ 2 باي اف ال، يعني نضرب ال 2 باي في الفريكونسي اللي هي ب 50 عندك اهو في الرسمه، في الانسر بتاعتك اللي هي ال ال تدي لك 123.3 تقريبا، يعني ابروكسيمتلي تقدر تختار الاجابه لتر سي. تمام؟ نروح للرقم 16. لو خدت بالك سؤال متكرر من المره اللي فاتت، الاثنين دولت كونكتد ان بارلل، المره اللي فاتت كانوا كونكتد ان سيريس، دي ب 2 سي ودي ب سي. اللي انا متاكد منه ان الفي اللي هنا قد الفي اللي هنا عشان خاطر هما بارلل كونكشن. ارجع للامتحان الاولاني هتلاقي نفس السؤال متكرر بس هما ايه؟ سيريس. وفي نفس الوقت الكيو بتتقسم والكيو كانت دايركت مع السي، اصل الكيو بتساوي سي في، فانت لو مثبت لي الفولتج يبقى السي والفي مع الكيو والسي مالهم دايركت. يعني لو دي 2 سي يبقى هنا 2 كيو وفوق في كيو واحدة. بص كده، اولا انا عايز الفولتج هو هو، دي تستبعد ودي تستبعد، دي ممكن، وفي نفس الوقت الكيو مش هتبقى ثابت، انا عايز كيو واي اللي تحت تبقى دبل كيو اكس اللي فوق، يبقى الاجابه الصح كده تطلع لتر كام؟ تطلع لتر بي. تمام؟ ماشي. السؤال اللي بعده برضه قبل ما حاجه شبه في الامتحان اللي فوق، بيقول لك ات لو فريكونسي، لو انت عندك لو فريكونسي فيري لو فريكونسي يبقى كده الاكس ال بتاعك كبير جدا، فبالتالي تقريبا مفيش كارنت، يعني تقدر تقول ان هي اوبن سيركت فاللمبه مش هتنور. ولو الفريكونسي بتاعتك اللي هي عملناها كبيره قليله جدا، يبقى ده كده معناته ان الاكس سي بتاعتك مالها؟ احنا عكسنا. لو الفريكونسي بتاعتك قليله فكده الاكس ال بتاعتك قليله فالكرنت كبير. هنا الاكس سي انفرس مع الفريكونسي فيبقى الكرنت ماله؟ قليل. يعني دي اللي تعتبر اوبن سيركت، فيبقى كده دي مش هتنور ولكن دي هتنور. يعني انهي واحده هتنور بس؟ اونلي لامب A واللايت. طب لو كان عكسها وقال لك ات هاي فريكونسيز كنت هتقول العكس بقى، كنت تقول ان لمبه B اللي هتنور ولمبه A مش هتنور. نمبر 18.
ريليشن بين الاي ماكس والمول فريكوينسي. طب انت بتتكلم على اني سيركت اندكتور وذاوت اوميك ريزيستنس، يعني دي دايره ايه؟ يعني دي دايره السيركت. لو انت فاكر معايا الاي كانت بتساوي الاي ام اف اللي هو نبوي على الاكس ال اللي هي 2 باي اف ال، فبالتالي كده الفريكوينسي اللي هنا الطايره الفريكوينسي اللي هنا، فالاي تبقى اندبندنت على الفريكوينسي اللي هي الاجابه لتر ايه. اللي بعده question number 19. In the circuit in the opposite figure the frequency of the source increased 3 times then the reading of the voltmeter. ماشي، الفولتميتر محطوط على ايه؟ محطوط على ريزيستنس وقرايته المفروض ان هي اي فار. الكرنت بيساوي ايه؟ الكرنت بيساوي نبوي على الريزيستنس. هو عمل ايه للفريكوانسي؟ ان شاء الله هو زاد الفريكوانسي 3 اضعاف، فلو الفريكوانسي زادت 3 كده كده الارم ما تتاثرش. اللي يحصل للكرنت؟ الكرنت يزيد 3 اضعاف. طب لما الكرنت يزيد 3 اضعاف يبقى الفولتج هيزيد كام على طول؟ 3 اضعاف. يبقى الاجابه انكريس ايه؟ دي غلط، دي المفروض 3 تايمز، انكريس 3 تايمز. يبقى تطلع ليتر، يبقى رايت الفولتيمتر بتاعتك هتزيد 3 مرات. السؤال اللي بعده مدي لك جراف بتوين الفي وبتوين الار، وعايز يعرف انهي واحده من دول. ماشي، بص كده الفي بدأ من الزيرو والاي بدأ من الزيرو، بس مين اللي سابق مين؟ الاي سابق الفي بانجل اسمها 90. يعني لما الفي كان بزيرو الاي كان ايه؟ كان ماكسيمم. طب تعالى ناخد ستيب تاني، تعالى هنا مثلا كده الخط اللي انا برسمه باللون الاحمر ده اللي هو مين؟ اللي هو الفي. لما الفي هنا كانت بزيرو بص الاي كان مالها؟ الاي كانت ماكسيمم. فانا باكد المعلومه بقول ان الاي سابقه الفي. طب الاي تبقى سابقه الفي امتى؟ لما اكون بتكلم على دايره كاباستيف يعني فيها كاباستور بس. الاي بتليد الفي. ندخل على المقالي. Decreasing the energy between the coil and the capacitor in the oscillating circuit. برضه ناس كتير منكم كانت ناسيه الكلمه دي. في حاله التوننج سيركت او الاوسكليتنج سيركت الشكل ده كده كان اسمه دامبنج، دامبنج بروسيس الاضمحلال بتاع الكرنت. الديكريس اوف انرجي بتوين الكويل والكاباستور. ليه؟ عشان خاطر فيه باور لوست في الريزيستنس، في الاوميك ريزيستنس. ندخل على اللي بعده. نمبر 22. The AC circuit shown in the diagram is in the state of resonance. تمام، يعني كده الاكس ال قد الاكس سي. Would the circuit be in resonance لو السويتش ده is turned on؟ لو انا قفلت المفتاح فبدل ما كانت R لوحدها بقت 2R. اسأل سؤال، هو حد جه ناحية السي؟ لا. حد جه ناحية الكويل؟ برضو لا. يعني استنى الاكس ال قد الاكس سي، يعني هتفضل at resonance. فانت اجابتك هنا بمنتهى الاختصار هتقول له ايه؟ هتقول له اه لو انا قفلت المفتاح stays at resonance case عادي جدا مفيش مشكله. طب ليه؟ عشان خاطر محدش جه ناحيه الاكس ال والاكس سي، يعني الاكس ال مازال قد الاكس سي. ولكن لما انت قفلت المفتاح انت قللت الار توتال، فلما قللت الار توتال يبقى كده الزد قلت فبالتالي الكرنت هيزيد. السؤال ده كان موجود في المعاصر في الامتحانات، لو حد منكم بيحل امتحانات كان نفس السؤال وضايف عليه برضه مكتوب تاني بيقول لك وات هابنز تو ذا كرنت. فالكرنت بتاعك هيزيد عادي ولكن الريزنس ستيت ايه؟ محدش هيجي ناحيتك. نروح على 23. بيقول لك AC circuit if the reading of the ammeter is 2 ampere. هو فين الاميتر ده؟ الواحد صورك اهو الاميتر ده ب 2 ampere. طبعا ولا كانك شايف ايه ولا كانك شايف الفولتميتر. انت عندك دايره RLC عاديه جدا، معاك الكاباستور او الاكس ال ومعاك الريزستنس ومعاك الفي تو ومعاك الايه؟ الكرنت. طب ما تروح تجيب لي مين؟ الزد. مش كده الزد بتساوي 110 على الاثنين؟ تطلع بكام؟ 110 على الاثنين؟ 110 على الاثنين يعني 55. ودي كده مين؟ دي كده الزد توتال. خلي بالك بقى من حاجه، قرايه فولتميتر 1 بتساوي 0. بص كده لو انت عندك كويل وعندك كاباستور بالمنظر ده وهما الاثنين فوقيهم فولتميتر، عارف قرايه الفولتميتر ده هتبقى بكام؟ هتبقى في كويل ماينس في كاباستور. عارف جبتها منين؟ دي كده تعتبر دايره ايه؟
دايره ال اه دايره ال ال سي اللي محدش بيذاكرها. طب دايره ال ال سي لو جيت ترسمها ال في بتاع الكويل سابق مين؟ سابق ال اي، وفي نفس الوقت ال في بتاع الكاباستور متاخر عن ال اي. عشان خاطر تجيب ال في توتال مش محتاج تعمل سكوير روت. ليه؟ لان واحده لفوق وواحده لتحت، عشان خاطر تجيب ال في توتال هيبقى ابسوليوت فاليو في ال ماينس ال في سي. فبالتالي انا عشان خاطر اجيب ال في توتال لو قريت الاميتر هيبقى ده ماينس ده. طب هو بقى بيقول لك ان الفولتميتر فين؟ الفولتميتر ده اهو اللي هو في 1. في 1 اللي انا اقدر اقول ان هو محطوط على الجزء ده كده اللي انا بعمله باللون الازرق، يعني محطوط على كاباستور وكويل. طب لما في 1 اللي هو محطوط على كاباستور وكويل بيساوي 0، ده معناته كده ان فولتج الكويل بيساوي فولتج الكاباستور. ايه ده؟ يعني دي كده حاله ريزونانس؟ شفت الصياعه بتاعته؟ يعني هو خلاك تستنتج ان هي حاله ريزونانس بلفه كده غريبه. طب انت عرفت ان هي ريزونانس، يبقى كده الزد اللي انا جبتها دي على طول مين؟ الار. بص بقى كان عايز ايه؟ كان عايز الفاليو بتاعت الار، جبتها لك ب 55، وعايز قرايه في 2. طب قرايه في 2 يعني هو عايز الفولتج بتاع الكاباستور بس، انت عارف ان فولتج الكويل قد فولتج الكاباستور. طب تعرف تجيب لي فولتج الكويل؟ مش فولتج الكويل بيساوي الاي في الاكس ال؟ الاي بكام عندك؟ جبناه تقريبا ب 2، يبقى هو مديلك اصلا ب 2، يبقى 2 في ال 5 تساوي 10 فولت. يبقى ال في بتاع الكويل ب 10، وفي نفس التوقيت ال في بتاع الكاباستور هو كمان بكام؟ ب 10. ماشي؟ طيب اللي بعده نظري على الهوت واير اميتر، تلاقي عندك في الكتاب، في كتاب الشرح. كومبير بتوين ذا هوت واير اميتر اند ذا موفينج كويل اميتر، يعني الهوت واير اميتر والاميتر طبعا ده بيعتمد على الثيرمال افكت، ده بيعتمد على الماجنتيك افكت. ده السكيل بتاعه بيكون مش منتظم، انما ده السكيل بتاعه بيكون منتظم. او اتكلمنا كده عن السكيل والافكت بتاع الاتموسفير تمبريتشر، ده بيتاثر ده ما بيتاثرش. وكمان الريزل بتاعت الاستابيليتي، هنا لما الهيت ان قد الهيت اوت، وهنا لما التورك بتاع السبايرال تورك، التورك بتاع السبايرال سبرينج بيساوي التورك بتاع مين؟ بيساوي التورك بتاع الكون. جالفرومتر انوت وير اميتر لسه قايلينها. 27 جيف ريزون ذا اندكتيف ريأكتنس اوف ذا كويل كارينج ذا اي سي از كونستنت فريكونسي انكريزز باي انكريزنج نمبر اوف تيرمز. ماشي، ما انا زودت عدد اللفات كده هزود السيلف اندكشن كوفيشنت فهزود الاكس ال. 28 وات هابنز وين ذا واير اوف ذا كويل ذات كاريز ان اي سي كارنت از دبل فولدد اوف بينج كويل كونسيرنينج ذا اندكتيف ريأكتنس. ماشي، ذا واير اوف ذا كويل لو دبل فولدد، ما هي لو دبل فولدد يعني كده اللينث بتاعي ايه اللي هيحصل له؟ هيديكريز تو هاف، ولو اللينث بتاعي قل للهاف يبقى كده السيلف اندكشن اللي هيحصل لها هتزيد للدبل، لينث السينويد. طب لما الال تزيد للدبل يبقى الاكس ال بتاعتي مالها؟ هتزيد للدبل. هو ده اللي كان عايزه. يبقى لو الوايرز بتاعتي دبل فولدد يعني كده اللينث بتاعها هيقل للهاف، يعني كان بالظبط كان عندي واير عامله كده ورحت تنيتها على نفسها، فكده ايه اللي حصل لللينث؟ اللينث بتاعي قل للنص، طبعا الاريا زادت لايه؟ للدبل. 29 اندكتور اوف ريزيستنس زيرو كونكتد تو اوت واير اميتر ان ان اي سي سورس هاز شون ذا اوبوزيت سيركت. مفيش اوبوزيت سيركت. ماشي، لو هو حط حته حديده فكده البروبابيلتي هتزيد، فالسيلف اندكشن هتزيد، فالاكس ال هتزيد، فالكرنت بتاعك وجايه الاوت واير اميتر هتزيد. ريبليسنج انذر وان هاف ذا سيم افكتيف فاليو اوف فولتج بات ليس فريكونسي. ما هو حضرتك لو قللت الفريكونسي اتفقنا قبل كده ان هي ما بتاثرش على الكرنت في حاله الكويل، لان الكرنت بيساوي ان اي بي 2 باي اف على مين؟ على 2 باي اف ال، فالفريكونسي اللي فوق تايم الفريكونسي بتاعتها ما بتاثرش. كونكتنج ا كويل وذ انذر وان ان بارلل، فانت كده هتقلل ال ال توتال، يعني هتقلل الاكس ال توتال عشان هي بارلل كونكشن، فبالتالي الكرنت بتاعك هيزيد. السؤال الاخير نمبر 30. Give reason capacitor in separating low frequency from high frequency current. عشان خاطر لو انت عندك frequency عالية جدا جدا يعني كده XC قليلة جدا جدا، فبالتالي الكارنت هيبقى كبير واللمبة هتنور. انما لو الفريكونسي كانت قليلة جدا فكده الXC هيبقى رقم عملاق، فبالتالي تقريبا مش هيكون في كارنت، يعني هتكون اوبن سيركت فاللمبه بتاعتك مش هتنور، فتقدر تفرق لما تحط اللمبه لو نورت مثلا فانت عارف ان في كارنت فكده الفريكونسي عالي، لو ما نورتش يبقى كده الفريكونسي قليل. The inductive reactance DC current equal to zero while in the capacitive
ال DC بقى فاينل بالراحة. هو دلوقتي بيتكلم على ال XL في حالة ال DC. DC يعني الفريكوانسي بكام؟ بزيرو. طب ما انت لو عايز تحسب ال XL 2 باي FL فالفريكوانسي بزيرو يبقى ال XL هيطلع بكام؟ بزيرو. انما الناحية التانية ال XC، ال XC بتساوي 1 على 2 باي FC، يعني 1 على 0، 1 على 0 في الماث بايه؟ بانفينيتي. عشان كده الريزيستنس بتاعت الكاباستور في حالة السيريس كونكشن تعتبر رقم كبير جدا، فعشان كده كنت بقول ان هي ايه؟ اوبن سيركت. ده كده كان السؤال الاخير في اكزام نمبر 2. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وبالتوفيق.